واحنا وما زلنا بالصداره ان شاء الله. اول شيء ما في نادي في العالم بيضل من اول موسم لاخره يكسب، هذه اول خساره لنادي القادسيه من بدايه الموسم، اول خساره. اللاعبين سيئين، المدرب سيء، ما عارف يقرا المباراه اليوم. التشكيله هي نفس التشكيله اللي قعدت العربي على المدرج، اللي طلعتهم من كاس السمو صاحب السمو وقعدتهم على المدرج. لكن اليوم خساره لانه ما كانوش بالفورمه اللعيبه، لكن مردوده. الدوري طويل والدوري بحولي، ما في فريق يقدر على القادسيه. القادسيه طالع من مباراه صعبه، كانت الديربي هو المنافس كان، والحمد لله انتصرنا فيه، تأهلنا لنهائي كاس صاحب السمو. لكن اليوم اللعيبه مو بالفورمه، لكن هذه اول خساره. راح يعيدوا حساباتهم ان شاء الله، لكن ابشر الجماهير الدوري بحولي. خلي الفرق الثانيه تفرح لها اسبوعين زمان، بس الدوري راجع لحولي ان شاء الله. الدوري عند الزعيم، عند الزعيم الصجي. قدسية وطن، قدسية وطن، هذه القدسية وطن.